نفذنا التصميم يتكلم منذ الزمن الآشوري وإلى زمننا هذا ما بعد التحرير من إصابات داعش. لكل فترة زمنية ارتأينا أن نضع جدارية أو شكل يحاكي تلك المرحلة، فبدأنا من البوابة الآشورية وكأنه ندخل من خلالها إلى الزمن الآشوري وما بعدها مجموعة من المنحوتات الآشورية بما عرف به الآشوريين من حملات عسكرية وزراعة وأمور اجتماعية وسياسية وعسكرية متنوعة. نريد نذكر الأجيال اللاحقة أنه هذا تاريخ نينوى، هذا تاريخ الموصل، هذا تاريخ العراق، يشوفون أمامه الأعمال لأن دمرت. صحيح أنه الشخص يريد يشوف ماء، يريد يشوف خضرة، لكن أيضا يريد يشوف بصمة الفنان الموصل لجمال مدينة الموصل. مثل ما قلت لك، هي مدينة النحت، مدينة التاريخ، فإحنا ارتئينا أنه نخلي المنحوتات على هذا الجدار بدل ما تكون عمل تقليدي مجرد تغليف حلان أو سيراميك أو عمل مدني، لا، خلي يكون عمل فني أيضا من يجلس تجلس العائلة العراقية أمام الأعمال، تتمعن بتاريخها، تستذكر بعض الأحداث اللي مرت بها المدينة. عندنا اللي معروف بالزمن الآشوري هو صيد الأسود، فهذه إحدى المنحوتات تتكلم عن صيد الأسود. كذلك الحملات العسكرية اللي كان يقوم بها الملك الآشوري ضد الأعداء وأيضا صيد الأسود وغيرها. بعدها الحضارة الحضرية أيضا نفذنا لها منحوتة تحاكي تلك المرحلة. احنا اثناء فترة داعش لما كنا نتجول انا وزميلي عمر، كنا نتجول ونشوف التماثيل اللي كانت تزال، البوابات اللي كانت تهدم، كانت تنتابنا غصة كبيرة، وكان عندنا امل وطموح انه ما بعد التحرير راح نعيدها. والحمد لله المتعة في اعادة ما تم هدمه متعة كبيرة جدا.